السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر فبراير لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي عنوت رؤى سمو رئيس الوزراء تعزز العمل الدولي نحو التنمية. حظر صيد أو بيع الروبيان لغاية 31 من شهر يوليو. مدارس جديدة بالمحرق ومدينة حمد. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت في أولى صفحاتها: ولي العهد لدى لقاء باب الفاتيكان. حب التسامح والوسطية لدى البحرينيين عزز مكانة المملكة الحضارية. الحرس الملكي أبطال لكأس المشير لكرة القدم للمرة الثانية. 500 وظيفة بمعرض البحرين للتدريب والتعليم بمختلف التخصصات. التربية أولوية تسجيل المستجدين للبحرينيين وأبناء المتزوجة من غير بحريني. ومع صحيفة الأيام والتي بيّنت: ولي العهد التقى برئيس وزراء إيطاليا وباب الفاتيكان وافتتح سفارة المملكة في روما. عبد الله بن حمد خطة لمنع الأكياس البلاستيكية نهائياً. 11 من شهر فبراير نصف يوم عمل بمناسبة اليوم الرياضي. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي أبرزت في صفحتها الأولى: محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البحرين وإيطاليا، بحث الترتيبات للاحتفال بيوم الضمير العالمي، إطلاق المرحلة الثانية من نظام طلبات التوظيف الإلكتروني. الصحة تؤكد لا إصابات بكورونا في مملكة البحرين. لدى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في مقر قداسته، ثمن سموه بكل تقدير الجهود الحثيثة للبابا بمد جسور التفاهم والتسامح وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة ونشر قيم التسامح والاعتدال. لدى لقاء ولي العهد بعدد من سفراء الدول الشقيقة في إيطاليا، أكد سموه على أن مملكة البحرين تواصل نهجها في توطيد العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله. لدى لقاء سموه بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، بيّن صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على أن مملكة البحرين تواصل تعزيز التعاون مع دولة حاضرة الفاتيكان بما يفتح آفاقا أرحب في مسارات العلاقات الثنائية. نقرأ من صحيفة البلاد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن افتتاح سفارة مملكة البحرين في روما يشكل محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة. لدى لقاء رئيس وزراء إيطاليا، لفت صحيفة الوطن أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نوه على ما تقوم به المملكة من اهتمام في مواصلة تطوير العلاقات على كافة الأصعدة
بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين. نشرت صحيفة الوطن أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد على قوة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة وما تشهده من تنام وتقدم على جميع الصعد. بيّنت صحيفة الأيام أن رؤساء تحرير الصحف المحلية الصادرة وصفوا الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة بالمهمة والاستراتيجية. لفتت صحيفة الوطن أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقعت اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة التراث الثقافي والأنشطة والسياحة بالجمهورية الإيطالية، وذلك بهدف زيادة التدفقات السياحية عبر تشجيع الرحلات الفردية والمنظمة بين البلدين، إلى جانب توطيد الشراكة في مجال الترويج للمنتجات الغذائية والزراعية والمنتجات السياحية المختلفة بما فيها السياحة المستدامة. نتحول مشاهدينا إلى أخبار الصحف المنوعة، ومع صحيفة الوطن التي لفتت أن الحرس الملكي نجح في المحافظة على لقبه بطلا لكأس المشير لكرة القدم للموسم بعد فوزه على فريق سلاح الجو الملكي البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف. نشرت صحيفة الوطن مشاهدين مقالا للكاتب علي الجزاف بعنوان في يوم قوة دفاع البحرين، فإلى المقال. ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف غدا الأربعاء الخامس من فبراير لا شك في أنها من أهم الأيام وأبرز الذكريات الخالدة في تاريخ وطننا الغالي، حيث نستذكر جميعاً اللبنات الأولى لإنشاء قوة دفاع البحرين قبل نحو 52 عاماً من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ليصبح هذا الجهاز الوطني الحصن المنيع والسد الرفيع في حماية وطننا ومكتسباته وسلامة أراضيه ووحدته. إن الحديث عن قوة دفاع البحرين في ذكرى تأسيسها لا ينتهي عند مكان معين، فالخطوات تمضي سريعة ومتواصلة في البناء والتطور لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. هذا وكتبت هيفاء عدوان مقالا في صحيفة الوطن بعنوان فبراير الميثاق التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. لم يكن 14 من فبراير عام 2001 يوما عاديا في تاريخ البحرين الحديثة، حيث اجتمعت الإرادة الملكية السامية مع رغبة شعبية في بناء تحول ديمقراطي والولوج إلى عصر بناء الدولة المدنية الحديثة المبنية على قواعد ديمقراطية حافظة للحقوق والواجبات ينعم فيها الجميع بحقوقهم المتساوية القائمة على حرية الرأي والمعتقد والتفكير. فبراير الميثاق شهر بحريني بامتياز شكل أهم محطات التحول في تاريخ البحرين، حيث الدخول إلى عهد البناء والتنمية
ضمن ثوابت وطنية قائمة على ديمقراطية حديثة يساهم فيها أبناء الوطن يدا بيد في تحقيق شراكة وطنية جامعة. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث كشف الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة عن بدء إعداد خريطة طريق بشأن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أو منعها بشكل نهائي في مملكة البحرين خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. قرر مجلس الوزراء بمناسبة انطلاق اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري نصف يوم عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفتاح المجال أمام العاملين فيها إلى المشاركة في فعاليات اليوم الوطني الرياضي. نفت وزارة الصحة ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية الأجنبية حول اشتباه إصابة طالبين عائدين من ووهان بجمهورية الصين الشعبية بفيروس كورونا المستجد، داعية الجميع إلى ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة على أنه لم يتم إلى الآن تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة البلاد، ونطالع منها أنه تحت رعاية الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أقيم الحفل الختامي للفعالية المجتمعية التطوع نور، والتي أقيمت في اليومين الماضيين بمدينة خليفة، وذلك بهدف تشجيع العمل التطوعي والارتقاء به من خلال إبراز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات. خلال اجتماع بين مركز الاتصال الوطني وفريق من وزارة المواصلات والاتصالات للتنسيق للخطة الإعلامية المصاحبة لمعرض الطيران، بيّنت صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أحمد المناعي أكد أن معرض البحرين الدولي للطيران يشكل حدثاً دولياً هاماً يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي. كما نشر صحيفة البلاد أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان افتتح يوم أمس معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل التاسع، وذلك بمشاركة العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص بهدف تعريف الطلبة من المرحلتين الثانوية والجامعية بالبرامج الأكاديمية والتعليمية إلى جانب فرص التدريب والتوظيف المتاحة. من الصفحة الرياضية لصحيفة الأيام نقرأ أن رياضات الموروث الشعبي قامت بافتتاح باب التسجيل لمسابقة تحدي الموروث في نسختها الثانية من خلال التسجيل عبر الموقع الخاص لرياضات الموروث الشعبي. هذا ونشر صحيفة الأيام أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أكد على أنه تم الانتهاء من تفعيل المرحلة الثانية من نظام الديوان لطلبات التوظيف الإلكتروني بمزايا جديدة. هذا ونشرت مشاهدين صحيفة الأيام صورة رائعة للقمر خلف فندق الفور سيزن بمملكة البحرين. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.